ألف سردة وسردة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا أنا والقط. حدث مرة منذ زمان في الشام أن أكل القط لساني ثم جلس بجانبي. أشرت له أن يعيده لكن هيهات الأخ أكل وقعد. لا وبكل وقاحة صار يبتسم لي وكأن شيئا لم يحدث وكأن لساني ما زال في حلقي. هجمت عليه وأمسكته من رقبته وخنقته. صرخ لو لحته وأنا ماسكه من رقبته. لا جدوى، القط بيحب خناقه. جلس بجانبي وهو ينظر إلي بمحبة بالغة النظير بل وبإعجاب شديد. حاولت إفهامه بلغة الإشارات أن يعيد لي لساني لكنه لم يفهم. أخذته إلى حارة الميدان وأوقفته على واجهة مطعم أبو عيسى. أشرت له إلى رأس خروف يبين فيه اللسان بوضوح، فهز رأسه موافقا واعتقد أنني أعزمه على لسان خروف. دخل إلى مطعم أبو عيسى فرمله الأخير لحوم المختلفة وبدأ صاحبنا يأكل. ثم تصافحنا أنا وأبو عيسى الذي اتهمني بأنني لم أعد أكل عنده، فقلت له أباتا أنه ما عم أكل روس ولسانات وسجات بنوب. فقال لي مبتسما وقد لقطني أنه جماعة شافوني أكثر من مرة عند هداك المطعم. ثم لفينا الحديث وتواعدنا مع أبو عيسى أن نلتقي في يوم من الأيام. وفي يوم من الأيام كان لي لسان وكنت أقول أن الغربان البيضاء تحتاج إلى ثلج أسود، وكنت أفكر أن لا سبيل للعيش دون الموت، وكنت أعتقد بجدلية الليل والنهار، وكنت معلقا بين السماء والأرض أبحث في أوكار النمال عن طاحونة أسطورية خبأها النمل تحت سابع طبقة من الحصن السردابي النملي. ثم أتعب من الحفر السرمدي فأنظر إلى أعلى حيث النجوم المتلألئة، تلك هي نجمتي البعيدة، إنها ضالة لن تعثر علي أبدا، لكنني عثرت عليها، عثرت عليها دون أن ألمسها، بقيت هكذا بعيدة ومتلألئة كما يليق بنجمة. وكل هذا كنت قد قلته أو قلت ما يشبهه إلى أن أكل القط لساني. قلت له بالإشارة أنه رجعلنا هلسان بقى ورح أفتح لك أحلى طاولة حبيب بالميدان، مشاوي سناسل مخاعات، بيصير مخك كبير وبيجوز تصير ذكي كتير، وعلى اعتبار أنك حليوة طبعا فإن الذكاء رح يضيف لجمالك الكثير. لكن هيهات، لا حياة لمن تنادي. وناديت ناديت حتى التفتت الجبال ومدت الأشجار رؤوسها وخرجت الوحوش من أوجارها. ناديت هكذا دون حروف، كان نداء أشبه بصراخ وكان صراخا أشبه بلغة جديدة صار يستخدمها كل من أكل القط لسانه. فإذا خنقته سيكون مبسوطا لأنه القط بيحب خناقه، كما أنه لن يموت بعيد الشر عنه ذلك أنه بسبع رواح. يعني بصراحة هالقط ما له حلة، وصارت اللغة تشتغل معي بدون لسان. أصلا اللسان للت واللعي الفاضي والحكي ما له طعمة، وأنا اكتشفت لغة الإنسان لغة الآخ والآه والآبا با 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 أخ با با با. هكذا حدثنا هردمشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.